حد سكوت فيه قبل ما يفوت الفوت. نحن اليوم هنا من أجل مطالبة بعدالة مناخية. نعرف أن جل البلدان العربية ومنهم تونس من أكثر البلدان المهددة بنتائج تغيرات المناخية، وخاصة في مجال المياه اللي تونس باش تعرف جفاف وتعرف زادة ندرة الأمطار اللي باش تأثر على المستوى المعيشي في البلاد وتهدد حق المواطنين في بيئة سليمة. لذلك نطالب الدولة التونسية أنها تقوم باستراتيجيات للحلول من للحد من أزمة التغيرات المناخية وللحد من أزمة المياه في المستقبل. جمال نريد عدالة منافية. تونس تقتل في ولادها، قتلته قدام عينينا. اخترنا اليوم نقفوا كشباب وكحركة هذه باش نطالبوا من الدولة التونسية الإعلان عن حالة الطوارئ المناخية في تونس لثاني مرة. ما معنى حالة الطوارئ المناخية؟ هي الاعتراف التام والاعتراف الحتمي للدولة التونسية بمخاطر وتهديدات التغيرات المناخية في تونس على القطاع الاقتصادي الحيوي أو التنموي أو القطاع المعيشي يعني في تونس. من تونس من بنصلة من كفتة.